السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، هو ازاي نعمل تصميم سوشيال ميديا للمنتجات، وبالاخص لو كان المنتج بتاعك انت او بتاع الشركه او بتاع مصنع، او لو انت كنت بتعمل تسويق بالعموله. في نفس الوقت مش هياخد مننا اي وقت خالص. تمام يا شباب، اول حاجه كده هنجيب صوره المنتج بتاعنا بالشكل ده على الفوتوشوب، ومعانا ملف الاساس ده بسيبه لكم في الديسكريبشن زي كل مره، كل ملف بسيبه للحلقه بتاعته هو. تمام يا شباب، انا هسيب لكم ملف في الديسكريبشن تنزلوه تستخدموا اي حاجه من الحاجات اللي انا هستخدمها دي، مفيش فيه اي مشكله. تمام يا شباب، رقم واحد هنفتح الاساس واللي هو هيكون ملف بالنسبه لك انت بالشكل ده. هنلاقي معانا هنا باك جراوند، هنخليها بالشكل ده. لما شباب بعد كده هتلاقي ار بي باك جراوند برضو، هندوس عليها نفعلها تظهر معانا بالشكل ده يا شباب. تمام كده يا شباب، بقى معانا اتنين. طبعا دي هنخليها هارد لايت، وممكن تخليها على النورمال اللي هتبقى بالشكل ده. لو خليناها على الهارد لايت برضو هتبقى بالشكل ده، يعني بشكل انسب شويه وبشكل يكون مختلف. تمام يا شباب، بعد كده هندوس على البوديوم بتاعنا هنفعله وهيظهر معانا برضو الشكل ده. لحد هنا كده كويس جدا. هنكتب بقى اللي احنا عايزينه في المساحة اللي معانا دي. تمام يا شباب، وليكن انا هكتب بلاك فرايداي بالشكل ده. وهنيجي هنعمل شريط، هندوس على اسيست من هنا كده او على اللاير اللي هتكون موجود عندك تحت الكلام، وهنضغط على المربع وهنعمل بيه لاير كده خاص بالكلمة بالشكل ده، وهنختار اللون بتاعه من هنا ايا كان احنا حابين اللون بتاعه يكون ايه، وليكن انا اختار اللون ده اللي هو الاسود، وهكذا نضغط هنا ونكرره مرة كمان بالشكل ده، وننزل بالكيبورد كده على الكلمة اللي هتكون تحت بالشكل ده. بعد كده هنطلع بالأولى دي، الكلمة الأولى والشريط الأول بيهم لفوق كده، ونظبطهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده كنترول تي نطلع بيهم لفوق بالشكل ده، وهكذا نفس الكلام هنا. كنترول ايه نظبطهم في النص، بعد كده كنترول تي ونطلع لفوق، يظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده. حابين ان احنا نغير اي لون من الالوان دي مفيش اي مشكلة، ندوس على كلمة فرايدي ونجيبها هنا كده، ندوس على الجريدنت من هنا يظهر معانا الألوان دي. ممكن نغير، نخلي الأصفر لون مختلف أبيض، وهنخلي دي باللون الأصفر وليكن. يعني أنا بوريك كمنظور، لو أنت حابب تغير اللون بتاعها ممكن برضو، معلش ده ستروك، لو أنت حابب من هنا بأي لون أنت تكون حابه تخلي الأسود زي ما هو، ممكن تغير اللون بتاعه بالشكل ده، وممكن من هنا تخليها برضو جريدنت عشان تتحول لونين مع بعض يكونوا متداخلين مع بعض. وهنضغط هنا برضو نفس الكلام، تخلي دي باللون الأحمر وليكن، وهنخلي دي باللون بالشكل ده، هيظهر معانا الشكل ده يا شباب. ده لو احنا حابين نعملها بالطريقة دي، مش حابين هنشيل افكتس من هنا، ترجع معانا الكلمة زي ما كانت. يا شباب بعد كده هناخد الكلام بالشرايط بتاعته مع بعض، بعد كده كنترول جي نخليهم في جروب مع بعض بالشكل ده، وهنكتب عليه بلاك فرايداي تكست بالشكل ده، يظهر معانا الشكل ده. ندوس كنترول تي نكبر مساحته شوية، نظبطه في النص، بعد كده كنترول تي تاني، ومن هنا حرف الفي نخليه سالب 7 وليكن او ناقص 7، نكبر المساحة بتاعته كده. كنترول تي تاني نظبطه في النص، ممكن ننزل بيه بالشكل ده. تمام يا شباب، بعد كده هنحط بقى معلومات المنتج بتاعنا في الأماكن الفاضية اللي معانا هنا. تمام يا شباب، وليكن أنا هكتب كلمة الاختيار الأفضل ووصل حديثا. تمام، بعد كده هنيجي على اللاير اللي تحتيه برضه، هنعمل له شريط برضه لو احنا محتاجين نعمل ده، لو انت حابب. برضو بالشكل ده، ونكرره مرة كمان كده من اللاير، وننزل بيه بالكيبورد الماوس بالشكل ده. طب تمام يا شباب، لو احنا شايفين ان الكلمة بدل ما هناخد دي كده ونخليها بالشكل ده كده، لا ممكن تدوس كنترول تي وبالكنترول وتسحب من هنا كده، يظهر معاك الشكل اللي انت شايفه ده. هكذا من هنا برضو، لو انت حابب ان انت تظبطها كده بنفسك بتفضل ضغط على الكنترول وتحركها براحتك، هيظهر معاك الشكل ده. تمام، طب وبعدين نضغط بالشكل ده كده، وهنسيب الاتنين دول زي ما هما كده، وهنكتب برضو هنا لو احنا محتاجين نكتب اي معلومات عن المنتج، حتى لو عايزين نعمل اي شريط برضو من وراهم عادي بنفس الطريقة برضو اللي عملناها بالشكل ده يا شباب. دوس هنا، بعد كده تنزل بيه كده شوية، معلش تاخد الكلمة نفسها تطلع بيها فوق، بعد كده تيجي هنا برضو تكرره مرة كمان، تنزل بيه على الكلمة اللي تحت برضه لو شايف انها كبيرة زي ما تعودنا، كنترول تي نسحب بالشكل ده، هيظهر معاكوا الشكل ده يا شباب. ده لو انت عايز توصلها لكده يعني. تمام، هناخد بقى الكلام كله مع بعضه كده، كنترول جي نخليهم في جروب مع بعض، وهنكتب عليها بالشكل ده. تمام، طب وبعدين هنفتح الاسيست تاني يا شباب،
هنلاقي السوشيال ميديا، نحطها في الأماكن اللي احنا عارفينها واللوجوهات بتاعتنا. ممكن تحط اللوجو هنا أو هنا في المكان اللي يريحك أنت، وهتحط أكونتات السوشيال ميديا برضو بتاعتك، مفيش أي مشكلة بالنسبة ليك أنت. أنا برضو هسيب لك أكونتات السوشيال ميديا في الفولدر. بعد كده يا شباب هتلاقي معانا الإليمنتس، برضو هسيبها لكم في نفس الملف. هتفتحوا الإليمنتس كده وهتختاروا منها الأشكال اللي أنتوا هتكونوا حابينها، أي شكل. احنا بس هنرفعها فوق خالص عشان تكون ظاهرة بالشكل ده. هتظهر معاك يا شباب بالشكل ده. ناخدهم برضو مع بعض بالإليمنتس كده في جروب كنترول جي، ونكتب عليه الاسم بتاعه. تمام كده يا شباب، وصلنا لحد هنا. تمام، بعد كده هنيجي على المنتج بتاعنا. لو انت عايز تعمل له ظل، هتيجي من تحتيه كده باللاير، وهتعمل لاير جديدة من هنا، وبالبرش او الفرشة اللي معانا هنيجي من هنا نطلع فوق. هناخد البرش دي وليكن بالشكل ده، وعادي ممكن تخفف اللون بتاعها بالشكل ده. بقى كنترول تي، ولو انت عايز بقى تسحبها لحد هنا كده تظهر معاك بالشكل ده. عايز تشيل خيالها تشيله خالص، برضو مفيش فيه اي مشكلة يا شباب. تمام يا شباب، بعد كده نيجي هنا وهنعمل الكلر بتاعنا او الايديت بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. صغر كده بس عشان نشوف. بالشكل ده يا شباب هيظهر معانا الالوان اللي احنا نكون عاملينها بشكل لطيف وجميل جدا. شوف انت بقى تكون حابب تغير الالوان ايه، تقدر تتحكم فيها بكل سهولة، وتغير كمان في درجات الالوان براحتك. ولحد هنا يكون الفيديو خلص معانا يا شباب. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيب تعليق قول لي في رأيك، وسيب لي تعليق برضه قول لي لو انت محتاج تصميم لحاجة معينة او لمنتج معين، وعرفني برضه لو انت حابب مونتاج الفيديو معين برضه. وما تنساش تنشر المحتوى لو انت شايفه مفيد، او لو انت استفدت منه وتفيد غيرك برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.